بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شافية المغربية، لكم مني السلام. تنتمنى الله سبحانه وتعالى يلقاكم بالخير والصحة والعافية. تنتمنى أن الفيديوهات اللي حطيت يعاونوكم وتاخذوا طاقة إيجابية منهم، لأنهم كلهم مجربات ونافعين بإذن الله. لأن تنحطوا في هذه القناة إلا الإيجابي، وغادي نحطوا غير الحاجة اللي غادي تنفع الناس، وغادي نحطوا الوصفات اللي غادي يستافدوا منهم البنات، ويحيدوا الطاقة السلبية ويحيدوا جميع العوارض اللي عندهم بإذن الله. لأن القرآن الكريم شفاء ودواء. نتعلموا نصليوا ونتعلموا نقرأ القرآن، الآيات الصور كل شيء فيه خير لنا ولكم وللناس أجمعين. لأن الناس محتاجين لطاقة من القرآن الكريم والدعاء والتسبيح والصلاة على الرسول، كلها تفتح باب الخير للإنسان. إذا اليوم غادي نعطيكم واحد التحصين خاص بالحسد والعين والطاقة السلبية اللي كاينة في البيت. كاين الناس اللي عندهم مشاكل، إما صداع إما مشاكل في البيت، وديما عنده مشاكل مع أولاده أو مع الزوج ديالو أو مع أي شخص. ولكن بعض الأحيان تحطوا لي الناس تعليقات تقول لك أنا جا عندي شخص ولكن خلى لي طاقة سلبية، خلى لي صداع والمشاكل. من مشاو حنا في المشاكل؟ من مشى هذاك الشخص المعين وأنا عندي مشاكل في البيت؟ إما تكون عين حاقدة، أو تتكون عين حارة، أو تتكون في بعض الأحيان تيجي عندك شخص معين تيكون جايب عطر أو أي حاجة، تتكون بارفان أو ريحة، ولكن هي فيها إما سحر مشموم، وإما طاقة سلبية أو طلاسم مكتوبة على أساس أنها تتكون ريحة، ولكن هي تتكون سحر إما مشموم وإما السحر المرشوش. تيجيو عندك البيت ولكن تيكون السحر المرشوش. إذا كان شخص ما تيبغيكش أو تيكرهك، تيقدر يجي عندك حتى البيت ويقيسك في قلب دارك، في قلب منزلك، يقدر يسيئلك، لأنه هو غرضه يأذيك. إما يأذيك بالعين، وإما بالحسد، وإما بكلام سوء، وإما بكلام ساقط، وإما ناس اللي عندهم طاقة سلبية في العيون ديالهم، عين حارة تقدر تقتل الإنسان. أو الناس اللي عندهم حسد يكون عندهم شيطان قوي ديال الحسد، يقدر يأثر على بزاف الحوايج، يأثر على المصالح، على الصحة، يأثر على المال، يأثر على أي حاجة. ولكن باش تحصني راسك، كل شهر ندير هاد الملحة اللي قدامكم. غادي نوريكم إن شاء الله بحول الله، نعطيكم الطريقة وديروها لأنها مجربة، وإن شاء الله غديروها وغتحسوا بالراحة، والبيت ما يبقاش فيه المشاكل وما يبقاش فيه الصداع، لأنها فيها واحد الآية قوية ترد العين وترد الحسد وترد السحر وترده إلى صاحبه، درجة أنه يحتار في أمره، يحس براسه بأنه مخنوق بإذن الله. ولكن حاولوا أنكم تديروها على أساس هذه النية، تحصين البيت من المشاكل أو رد السحر إلى صاحبه، بوصفة رخيصة بزاف. ما غادي تحتاجي أنك تمشي عند كاهن أو كاهنة، هي تعرفي أشنو وقع لك هذاك النار، علاش ولات عندك طاقة سلبية. هذاك الشيء كله لا يعلم الغيب إلا الله، إلا الشرك بالله. احنا تنبغيو غير الحاجة اللي تكون واضحة وبينة بالقرآن الكريم. تقدري كاين بعض الناس تبغي تكشف على راسها، تتمشي عند كاهنة 40 يوم ما يدوروش بها الملائكة. إذا ماتت في هذاك الوقت مدة 40 يوم، أنها تتمشي كافرة.
إذا حاولوا ترقوا نفوسكم بنفوسكم، وحاولوا أنكم تذكروا الله. وأي أي حاجة وقعت لي في حياتي غادي نمشي إلى كتاب الله هو القرآن الكريم. إذا أحبابي وأحباب شافية المغربية، الوصفة ديالي هي غادي ناخد واحد الساشية ما نكونش واكلة منها، ما غاديش نكون واكلة منها، غنشريها على أساس نشري هاد القدر. ها هو كيلو ديال الملح، كيلو ديال الملح غادي ناخذو على أساس أنني على أساس أنني ما غاديش نطيب به، غادي إن شاء الله ندير به هاد الوصفة. غادي ناخد الملحة نخويها هنايا، نخويها هنا على أساس أنني بغيت نحصن راسي ونحصن البيت ديالي. غادي نقرب هاد الملحة اللي خويت هنايا، كمية ديال الملحة اللي غادي نديرها في واحد القنينة، وكل ما بين الظهر والعصر غادي نحطها، ندير مقلات ونحط واحد تقريبا بحال هكا بحال هكا بحال هكا، نحطها ندير مقلات ونخليها ترتق. ولكن غادي نقراو عليها هاد القراءة بعد ما غادي نصها، غادي نبخر بها البيت ونصها غادي نديرها في مناديل، وغادي نحطها في الزوايا، كل غرفة غادي نحط فيها ربعات القطع في الزوايا باش نحصن البيت. حتى الولاد اللي كانوا يحلموا، كانوا الولاد كانوا عندهم الولاد كانوا يحلموا او كانوا تيجيهم كوابيس في الليل، ما يبقاش يجيهم حتى حاجة. ولكن نقرب الوعاء ديال الملحة اللي غادي نقرأ هاد الآية. هاد الآية راه تنحطها بزاف، وهي معروفة لرد السحر وإبطال السحر وقهر المرضى اللي كاينين في البيت أو الشياطين، تحل العقد في البيت، تجلب الخيرات وترد السحر إلى صاحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. غادي نقراها 111 مرة على الملح، 111 مرة على الملح. غادي نقراها بالتسبيح، بالتسبيح ديما ناخد السبحة، ناخد السبحة بنية بنية باش ما نغلطش في العدد. 111 مرة غادي ناخد السبحة ونقرأ على يد نسبح بها، ويد شدة بها هاد التسبيح، وهذا أنفت نقرأ أنفت نقرأ أنفت. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين قتال، وكان الله قويا عزيزا. غادي ناخد نصف هاد الساشية، غادي ناخد هادي، غادي ناخد نصها غادي نحطها في مناديل بحال هكا، نحطها هكا ندير لها بحال هكا، ونحط على ربع زوايا في البيت، تحيد الطاقة السلبية، تحيد الطاقة السلبية. بعد ما قريت عليها 111 مرة، وغادي ندير هاد المناديل بحال هكا مناديل، وغادي ندير التحصيل للبيت. حتى الا جا عندي هذاك الشخص اللي دار لي هذاك الشيء، اللي دار لي عطاني طاقة سلبية، غادي ان شاء الله غادي ترجع ليه هذيك الطاقة السلبية. إذا كانت عين غادي ترجع ليه، كان حسد غادي يرجع ليه، كان متسلط من الجن أو الإنس في المنزل غادي يسحب، لأن الملحة ما تبغيهاش بدون القراءة ديالها. أما مع العصر، ما بين العصر والظهر والمغرب، حتى المغرب غادي ناخد هالكا وغادي نحطها في مقلات، غادي نحطها في مقلات، وغادي ان شاء الله
خليها ترتق مزيان، تيولي يصير لونها بني، يصير لونها مارو. وغادي نطفي على ديك المقلاة بعد ما ترتقات مزيان وطهرات المنزل من الطاقة السلبية. وغادي نهز هاد الملحة، غادي نخليها في واحد الصاشية حتى نكمل أسبوع. غادي ندير الملحة مدة أسبوع، أما الملحة اللي في الزوايا هتبقى مدة شهر، مدة شهر حتى تسحب لك كاع الطاقات السلبية اللي عندك في البيت. من بعد غادي نهز هذيك من يسالي مدة شهر، غادي نهز ديك الملحة اللي عندي في المناديل، وغادي نهزها غادي نحلها في الماء واللوح، هذاك الماء اللي فيه الماء والملح اللي فيه حيدتي طاقة السحر، حيدتي طاقة العين، حيدتي طاقة السلبية اللي عندك ديال السحر وديال المشاكل وديال الصداع. وغادي نهز هاد الملحة والماء اللي خويتهم في الماء واللحوم في مكان عشب أو تراب، أو تراب، نخرجهم من البيت لأن سحبوا لك واحد الطاقة سلبية من المنزل. أما الناس يبقاو يداوموا على الملحة مدة أسبوع ومن بعد يديروها غير في الوقت اللي يحسوا أنهم عندهم مشاكل وعندهم صداع، غادي يديروها إن شاء الله. إذا إلا عجبتكم الصيغة حاولوا أنكم تدعموا القناة، تفعلوا الجرس، تابوناو. بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.